أدعوكم للاستفادة منه وأدعوكم للتواصل معه من خلال موقعه، ومرة أخرى تهنئة من القلب له على هذا الموقع المميز، وإن شاء الله يكون سببا في نشر العلم الشرعي النقي الصافي بصورته الحديثة، وهو من رواده بإذن الله. مبروك مرة أخرى، وتحية لك يا أخي عدنان، وتحية لأهلك الكرام والقائمين على الموقع وكل المريدين الذين يتواصلون معك، والسلام عليكم. سمعت إلى عدد من الأشرطة، يعني لا بأس به، يمكن بضع ساعات، ومتابعت الكثير يعني من الخطب والأشياء، وجدت أنك أمام رجل موسوعي فيما يتعلق بالعلم، عنده لغة جيدة وقوية وقدرة تعبيرية، وأيضا ملكة لغوية جيدة، لديه اطلاع واسع جدا. ولكن ليس بغريب، لأن هناك من يمدح الدكتور عدنان إبراهيم، والحمد لله هم من شيوخ الإخوان المسلمين، وهذا ظننا بهم دائما، نظن بهم الشر والسوء، كسلمان العودة الذي يمدح عدنان إبراهيم ويقول في تغريدته: دكتور عدنان إبراهيم الرجل موسوعي ومتحدث، له مواد مفيدة في تعزيز الإيمان، ولديه مواد وموضوعات لم يحالف فيها التوفيق. قال عدنان إبراهيم رجل موسوعي، موسوعي في الكفر، إنسان يتهم الله عز وجل بالنقص، ويتهم الله عز وجل بأنه خلق الخصيتين في مكان خطأ. قال عدنان إبراهيم: كان المفترض أن تكون الخصيتان داخل الجسد ولا تكون خارجه. قال: والسبب في ذلك؟ قال: هي كانت في الداخل، لأن الإنسان كان يمشي على أربع أقدام، على أربعة أقدام، فلما اعتمد على قدمين واستقام قال خرجت الخصيتين. ومعنى هذا يا دكتور عدنان إبراهيم ودكتور سلمان العودة أن الإنسان إذا حنى ظهره وسار على أربع أقدام ولو لتجربة فقط، معنى هذا أن الخصيتين ستدخلان في داخل الجسم مرة أخرى. هذا غباء، وهذه بلادة من الدكتور عدنان إبراهيم ومن يقف وراءه. وقد قال الله عز وجل ردا عليهم جميعا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأيضا الدكتور طارق السويدان قال: عدنان إبراهيم عنده عمق في العلم الشرعي، وأدعوكم قال للاستفادة منه، في كلام طويل. والعودة يقول: له مواد مفيدة في تعزيز الإيمان، والله الذي لا إله غيره، إذا حضرت محاضرات دكتور عدنان إبراهيم وآمنت بها فستكفر بالله، لأنه أولا هذا بأدلة يتهم الله بالنقص، ثانيا يقول الملائكة ليسوا بمؤمنين، وقد مر معنا في الرد قال الملائكة ليسوا بمؤمنين، ثالثا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، حيث أنه يسب عائشة رضي الله عنها أيما سب، يقول عائشة رجلة من النساء، يعني مسترجلة، ومعنى رجلة في الحديث يعني رجلة الرأي، يعني رأيها حكيما وسديدا، فحرف معنى الحديث وقال رجلة بمعنى مسترجلة، وقال لعن رسول الله المترجلات من النساء، النساء المسترجلات، وذكر معنى تلك الأحاديث، يلعن عائشة رضي الله عنها. فيأتي الدكتور سلمان العودة والدكتور طارق السويدان يمدحان هذا المجرم، لأنه يوافقهم في كثير من أصول منهج الإخوان المسلمين الذي يحمله سلمان العودة وطارق السويدان، ولأنه يأتي بالإلحاد ويعتقد عقائد إلحادية لا حصر لها ولا عدد. هذا الدكتور عدنان إبراهيم من تلك العقائد الإلحادية أنه يؤيد نظرية داروين أن أصل الإنسان كان قرداً، ونحن نؤمن أن أصلنا يرجع لأبينا آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم، رغم أنف عدنان والعودة والسويدان، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيدعي أن أصل الإنسان كان قردا، وربما هو أصل عدنان إبراهيم، ولكن ليس أصلنا نحن أننا كنا قرود، وإنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الناس لآدم وآدم خلق من تراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله وصح عنه عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وصية القحطاني: بالله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.